زمان وانا صغير كانت اي نكته دايما بسمعها بتبتدي بواحد انجليزي وواحد امريكاني وواحد فرنساوي وواحد مصري، وكان دايما بيستوقفني حاجه قبل ما ابتدي اصلا اسمع النكته، هي الناس دي بتكلم بعض ازاي؟ اللغه زي ما هي ممكن تسهل حياه البني ادمين لو هم عارفين لغه بعض، وممكن تقدرهم لو انت في مكان ما بتتكلمش لغه اهله، نفس الكلام بالظبط ينطبق على الاجهزه الذكيه. لو ابتديت مشوار بيتك الذكي هتلاقي اسامي وحاجات طلاسم، تسمع واي فاي ودي عارفينها، بلوتوث تمام، تسمع عن حاجه اسمها زيجبي، زي ويف، ماتر، يعني ايه الكلام دوت؟ بمنتهى البساطه دي لغات او بنسميها بروتوكولز الاجهزه دي بتتكلم او بتكونكت مع بعض عن طريقها. وانا النهارده هحاول على قد ما اقدر ابسط لك كل واحده فيهم والفروقات ما بينهم، ونحاول نبص كده اهوت بنظره بعيده شويه مستقبل السمارت هوم رايح على فين. تخيل معايا انك قاعد مع واحد صاحبك في كافي شوب او على القهوه، وانت بتتكلم مع صاحبك على نفس الترابيزه كانكم بتتكلموا بالبلوتوث. بلوتوث هي لغه الاجهزه بتستخدمها لما يكونوا قريبين من بعض، عشان كده هتلاقينا بنسمع عنه من ايام النوكيا، توصل بيه سماعه، توصل بيه تليفون تاني، تبقوا جنب بعض. ده البلوتوث، هو لغه ستاندرد وحلوه وجميله، بس ما بتنفعش على المسافات الطويله، ونادرا لما بنستخدمها كاساس لاي بيت ذكي، لان مع كبر البيت الموضوع بيبقى اصعب. تاني لغه وممكن تبص لها كانها لغه عالميه زي الانجليزي مثلا، الانجليزي فيه بلاد كتيره قوي بتتكلمه، ده الموازي ليه في البيت الذكي هو الواي فاي. الواي فاي كلنا عارفينه، وفي منه رينج ال 2.4 ودلوقتي نزل ال 5G، خلينا نركز على ال 2.4 لان ده الستاندرد. طيب الواي فاي اي جهاز او بنسبه 99.9 كل الاجهزه بتستخدم واي فاي، بس هل ده كويس؟ بالتاكيد لا. لو تفتكروا من الفيديو اللي فات اتكلمت ان اي حاجه بتعتمد على الواي فاي بتبطئ النت بتاعك، دي اول مشكله. تاني مشكله، ما دام طلعت على الانترنت انت لست في امان، البرايفسي او الخصوصيه هتتشرخ. تالت حاجه، ان اجهزه الواي فاي في العاده بتستهلك طاقه كبيرة، وكل ما الأجهزة بعدت عن الراوتر بتاعك أو عن الواي فاي بتاعك رد فعلها كمان بقى أبطأ. فعلى قد ما هو لغة عالمية وشمولية، على قد ما استخداماته برضو في السنين الأخرانية ابتدت تقل. نخش على الزيجبي والزي ويف. لو هشبههم بلغة فتخيل معايا واحد مصري من القاهرة واحد مصري من اسكندرية، الاتنين بيتكلموا عربي يعني بيشتغلوا بنفس اللغة تقريبا، بس اللهجة مختلفة. طب ايه الكومن او اللي زي بعض في اللغتين دول؟ كأنك معاك انتركوم زي اجهزة الشرطة مثلا بتستخدمه، ده بيبقى ليه تردد معين هم بس اللي بيقدروا يسمعوه. ده بالظبط نظام تشغيل الزيجبي. الزيجبي بيشتغل على فريكونسي اقل بكتير من الواي فاي، والزيجبي ديفايسز بس هي اللي بتتكلم باللغة ديت، فبيبني نتورك جوه بيتك ملهاش علاقه بالانترنت، وده بيديك مميزات. اول ميزه، مادام مش على الانترنت فخصوصيتك في امان. تاني ميزه، لو الانترنت قطع الزيجبي نتورك بتفضل شغاله، في اي اجهزه ذكيه في بيتك بتكمل الاوتوميشنز والسينز والحاجات اللطيفه جدا اللي انت قضيت ساعات ويمكن ايام بتبنيها. تالت ميزه، ان عشان هي لوور فريكونسي او فريكونسي اقل، فاستهلاكها للطاقه قليل قوي، فده ابتدى يديهم الزيجبي والزي ويف يديهم ميزه عن الواي فاي في السنين اللي فاتت. نخش على الاجيال الجديده، جن زي، ده في لغه الاجهزه الذكيه اللي هو الثريد. ثريد هو بروتوكول ابتدى يطلع جديد في مميزات الزيجبي والزي ويف، وعلى عليهم ليفل كمان. بس الزياده بقى ايه؟ معظم الاجهزه الجديده في الثلاثة الايكو سيستمز الكبار، بنتكلم جوجل امازون وابل، بتدعم الثريد. ميزتها ان الاجهزه دي علشان بقت تدعم ثريد، لو انا عندي ابل تي في او عندي الهوم بود او عندي ايكو ديفايس، الحاجات دي كلها بقت تشتغل از هب لاجهزه الثريد اللي عندي في البيت، مش محتاج اشتري لهم هب علشان اكونكت عليه الديفايسز بتاعتي. غير زيجبي وزي ويف، في الغالب انت محتاج هب عشان تجمع الاجهزه وتبتدي تبني النتورك بتاعتك حواليها. نيجي بقى لبصه في المستقبل، ايه اللي جاي؟ اللي جاي حاجه اسمها ماتر، وماتر دوت عايزك تتخيله برضو ما دام احنا ماشيين بمبدا اللغه. تخيل ان انت عملت مركز ثقافي
المركز الثقافي دوت هيبتدي يعلم الأجهزة القهراوي والإسكندراني اللي كانوا بيتكلموا زجبي بس، ممكن أعلمهم لغة المتر، واللغة دي هتبتدي تتحط. يبقى هتشوفوا أجهزة في السوق ثريد ماتر أوفر ثريد أو ماتر أوفر زجبي. الكلام ده كله أوفر يعني إيه؟ يعني أوفر أنا باف، يعني دي لغة الجهاز اتبرمج عليها أو اتعلمها فوق اللغة الأساسية اللي هو طالع بيها من المصنع. فماتر دي هي اللي الوعد بتاعها للمستهلكين إن هي هتوحد اللغات، سواء كانت واي فاي أو زجبي أو ثريد، للغة واحدة، بحيث ان كل الاجهزه تتكلم نفس اللغه، ويبقى اسهل لك ان انت تنقي الجهاز اللي على مزاجك من غير ما تقعد تشغل بالك ده انا محتاج اشتري له هب، طب انا في انهي ايكو سيستم. الكلام ده كله ماتر بتوعد بيه. ايه الخلاصه؟ زي ما كل شعب وكل بلد ليها اللغه بتاعتها، كل جهاز ليه اللغه بتاعته، بس اللي بيفرق ايه؟ المترجم. لو انت عندك اي جهاز بس جايب له الهب الصح، عامل له السيت اب المظبوط، شاري اجهزه ماتر من الاول مثلا، جايب هوم اسيستنت، الكلام ده كله هو اللي هيسهل ان الحاجات دي تتكلم مع بعض بانسيابية وبسهولة في بيتك. لو الفيديو فادك وعجبك، لايك وسبسكرايب وشير مع اصحابك اللي ممكن يكون الموضوع دوت من اهتماماتهم، واكتبولي في الكومنتات لو عايزين تتفرجوا على اي توبيك معين، وانا ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي.